أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى من الدار البيضاء، وبالضبط من درب الكابير. اليوم كنتواجد في إحدى القضايا من أبشع قضايا تشرميل اللي شفت. فاليوم كترجعني الذاكرة لواحد العامين اللور، كترجعني لسارة اللي كانت تلقبات بسارة المشرملة، اللي كان شرملها الطليق ديالها. اليوم احنا مع نهيلة بنفس الطريقة وأبشع شيئا ما مع الطليق ديالها. نهيلة كتلقى البارح ضربات خطيرة على مستوى الوجه وكذلك على مستوى المؤخرة ديالها. نهيلة اللي عاشت العذاب الأليم في خلال الفترة الزوجية ديالها معاه، وقررت أنها تطلق منه، ولكن بعد تهديدات أنها إلا تطلقت منه غادي يخسرها، وبالفعل نفذ الوعد ديالو. غادي نسمعوا مع نهيلة شنو اللي وقع، علاش وصلوا لهذه المرحلة. نهيلة على سلامتك، بعدا شنو اللي وقع نهيلة؟ من الأول ملي تعرفتي على هذا الشخص تزوجتي به، قلتي لي عانيتي الأمرين في الزواج ديالك. تزوجنا كأي رجل ومرأة عادي، من بعد داكشي اللي اتفقنا عليه المرة الأولى ما كانش متطبقش، ولا كيقول لي تمشيش لداركم، نديك أنا لدارنا، كيسد عليا هادشي. كلشي عارفه، العالم عارف هادشي، يعني حنا في درب السلطان كلشي عارف. انا بحال ما كنتش مجوجه، بحال انا كتلمشي لك ديال واحد الانسان، هادشي ما كاينش. بعدا كاين نهار الاول حنا ما اتفقناش على هادشي، من بعد ولا العنف. كيفاش كنتي مملوكه؟ كنتي كيملكني يعني عبدة. يعني انا خصني نبقى تحت سيطرته، بحال تحت الرحمه ديالو هوايا. انا ما نخرجش بحال البنات تليفونات، لا تليفون محيدو ليا، هو كيخرج العنف الضرب. واش العنف الضرب بدون سبب؟ بدون سبب كيبدا يجبد شي حوايج ما كاينينش. انا كنبقى كنقول لاي انسان، اي واحدة عندها ماضي ديالها، اي واحد عنده يعني عادي، يعني عادي، يعني انت نهار الاول حنا بغينا نتزوجوا، انت عارفني وانا عارفك. واش هو ولد الدرب؟ انا درب كبير، هو زنقة، هو في درب العفو، قراب لبعضياتنا. صافي، انا من بعد كتجي هربت لدارنا، جيت بقيت باركه، بقى كيطلب فيا. علاش هربتي لدار؟ شكايه حتىش ضربني. ها ما تصاور فين كيضربك؟ في وجهي، في لحمي، في كتافي، في رجليا، في يدي، في خاضي، في كاع المناطق. باش كيضربك؟ غير بيديه ولا بشي آلة حاده ولا؟ بيدي ولا غير بيدي. كنضربني بآلة حاده في يدي، ولكن تحيدت ليا حرقه، حرقني في يدي، ومشي درت به شكايه، والى يومنا هذا ما وصلاتوش بعد الشكايه. امتى درتي به الشكايه؟ 2021 شهر 5 نهار وقيلا 31 بالضبط، ولا شهر 6 نهار 1. واخا بلاتي نهيله، انت شحال عندك من عام وهو شحال عنده من عام؟ انا دابا عندي 26 عام وعنده 28 عام. امتى تزوجتوا بالضبط؟ تزوجنا 2020 شهر 11 نهار 19 نهار 19 شهر 11 شهر 11 2020 شهر 8 2021 هربتي جيتي لداركم؟ ما هربتش. شهر 8 جابوا لي البوليس. انا ملي تزوجت به ما كان السيد، يعني انا قلت كل واحد يعني عنده صوابق، عنده هذا، قلت زعما بنادم غيتبدل. من بعد انا اكتشفت انه كيتاجر في المخدرات. هادشي ما كنتيش عارفاه قبل؟ انا شوف انا كنت عارفه عنده صوابق، ولكن ما كنتش عارفه انه كيتاجر في المخدرات. واش كنتي عارفه فاش خدام ديك الساعه؟ كان كيبيع وكيشري، يعني كان يعني كان محرك، يعني مدبق، ولكن انا ما كنتش عارفه راه كيبزنس ولا كيدير شي حاجه ولا هاد. انا نهار اكتشفته كي جايب الحشيش، جيت هربت لدارنا. قال لي من بعد والله ما هذا، والله ما هذا، والله ما هذا. من بعد ولا كيدي يخبيه في دارهم في المحمديه، كيدي بالعلم ديال امو. من بعد اتفقوا عليا هو ودارهم، اتفقوا حتى شافوا دارنا. ما عرفتش، شافوا دارنا ما داروا لي باش يديروا لي داكشي ديالهم همايا. كيسحبوني انا مشيت للحبس، غنبقى في الحبس. والحمد لله جابوا لي البوليس وانا ما دايره والو، امو اللي جابت البوليس. هاد الدائره ديالنا ديال درب السلطان كتعرفهم امو مزيان، البوليس ديال بصح. انا لحد الساعه هي اللي ضارباني بلاتي. غنوصلوا للضارباني،
كيفاش جابت لك البوليس الحشيش ديال ولدها محطوط في الدار؟ وقالت لي مولدي كيبزنس ليا في الدار، وهي ما جايباهمش لولدها، راه جايباهم ليا انا، حتى ولدها متفقه هي ويا ولدها كاع ما كان في الدار خارج، وانا اللي كاينه، وانا حامله كرشي لفمي، عديت 9 شهور في كرشي وغدا انا للحبس، انا والدي خرجوني عشي تقاتلوا باش خرجوني. جا وراتهم الحشيش فين كاين وقالت لهم هي اللي كتبيع. حلت لهم الباب، انا بقاو كيدقوا ما حلتش لهم الباب، وهي حلت لهم الباب هي وراجلها. اصلا راجلها عبيد ديالها هي، هي يملك في كل شيء، هي بايديها هي اللي كتحكم في كل شيء، كتحكم في كل شيء. راجلها لدرجه هو عنده تليفون صغير، هي عندها تليفون كبير، ورغم ذلك هي اميه، اميه جاهله، هي مسيرهم كاملين هما في الدار. واخا ولدها كان كيبيع ويشري قلتي بالعلم ديالها عارفه ملي جاب الحشيش حطو، مشات جابت البوليس، مشات جابت البوليس باش زعما انا نخرج باش شنو، باش هي شنو بقى ليها، مشي بقى لها داك الفراش، بقينا مع عمرها ما شافتش، ما عاشتش هاد الانسان في الخير. اصلا هما معروفين ان عائلتي، هذا هو الغرض ديالها تصيفطك للحبس، بقى لها الفراش، مرت ولدها حامله تصيفطها للحبس. وهذا الشيء اللي دابا طرا ليا، قالت لي شهر ثلاثه تلاقيت معاه في الحمام، حتى هذا الشيء كامل اللي دارت، وقالت لك انا ولدي حرامي وما دعيتش في المحكمه، انا ولدي حطيته في الحاله المدنيه، الحاله المدنيه بقات عنده، مشيت حطيته في النسخه الكامله في الجدر، مشيت حطيت ولدي، وقالت لك ولدي حرامي، علاش حتى هادشي ما كيصرفش هو على ولده، قالت انا الدري حرام. المهم انا بقات كتشوف فيا هي ديك الدرجه اللي بغات تشوفني فيها، ما عمرها ما شافتني فيها، انا يعني غنخرج مبهدله، انا الحمد لله يعني دارنا ما عندناش وما خاصناش، حنا بخير عائله الحمد لله، بخير الحمد لله، يعني دارنا مقاتلين معايا انا 10 شهور وانا في دارنا ومعايا ولد، وعمرهم نقصوني لا انا لا ولدي، وانا ما عمرني خرجت مديت يدي ولا عمرني درت شي حاجه. ملي طرات لك هاد الحاله ديال انهم كانوا باغيين يصيفطوك للحبس، ربي نجاك خرجتي في حالك، خرجوني دارنا الحمد لله، خرجتي في حالاتك. ديك الساعه رجعتي ليه ولا طلقتي ولا شنو اللي وقع؟ صيفطت ليه دعوه ديال الطلاق ثلاثه المرات، درتي طلاق شقاق بعدا تحطت انا لحد الساعه، وقبيله قلتي الطلاق ديال انا لحد الساعه باقي مزوجه به، اوكي عيط ليا كي هاد، انا باقي ما خرجش ليا الطلاق. المحكمه مشيت ثلاثه الجلسات، مشيت دزت الجلسه الاولى الجلسه الثانيه، قالوا لي ديت لهم الورقه ديال دزت في القاعه جوج محكمه الاسره، قالوا لي جيبي لينا الورقه ديال السجن باش خرجتي، مشيت ديتها لهم، قال لي خصو هو يتلقى استدعاء، هما كانوا وقيلا ما عرفتش انا، المهم كان كيعيط لي العون كيقول لي كنمشي ما كيخرج حتى واحد، ما يمكنش يلوحها اليوم، خاص لي تسلمه ويسيني. دابا لحد اليوم باقي ما تسلمها ما سينا، ما نسلم للسيد على سينا، اذا باقا معدوده انك متزوجه. انا يعني زواج بالوراق، لا مساله النفقه لا صاير لا والو، والضرب وكيعيط لي تهديدات، انا دابا هذه السيمانه معيط لي قال لي غنشدك غنطير لك راسك. قال لي غنجي وما دارنا في خبارهم، قلتها لهم قلت لهم، قال لي قال لك غنطير لك راسك. هادشي كله علاش؟ باش ترجعي للدار؟ اين دار؟ باش ترجعي عندوز معاك؟ انا رجع عندو واحد انسان صيفطك الحبس، مازال تشوفي معاه شي حياه من القدام وهذا. انت ما باغاش، ولكن هو تيدير هادشي، هاد التهديدات وهادي، كان كيهدك باش ترجعي عندو. كيهددني باش نرجع عندو نعيش زعما معاه في الجحيم. انا ما فهمتوش هذاك الانسان لحد الساعه واش مريض نفساني 100%، حتىش مع ضاربين وكان باقي صغير غيكون مريض نفساني، ماشي الخاطره هو عائلته، امه وباه وخوته، هما عائله كاملين بحال ما هكا. واخا نهيله، واش انت يلاه بان لك هذا الشيء؟ ما بانش لك ملي كنتي معاشره معاه قبل، ملي كنتي قبل ما تزوجي به؟ هما معايا صحاباتي كاينين، الا بغيتي صاحبتي هي دابا تبان وتقول لك جا دابا عندي كتقول لي ما يمكنش هذا هو الوجه اللي عطاك النهار الاول، كتقول لي واش هذا هو الوجه اللي عطاك ورا لا شفتيه، كتقول نقدر نقول لك انا كنبان عليه قبيحه، كتقول هو ما يدير والو، ما يمكنش زعما هذاك الانسان تتوقع منه يقطع حتى بحال ما كخيط ما يقطعوش هذاك الانسان. واخا شنو اللي وقع البارح؟ البارح شنو اللي وقع؟ كنت خارجه من الدار، ديت غادا بولدي للحمام، هز الساك وجارة ولدي في بوسات، غادا دخلت على زنقه ديال الدوش، ما عرفتش انا لحد الساعه باقا ما مستوعباش اشنو وقع ليا، لدرجه انا داخله في صدمه، يلا تنفس دابا بكيت، من جيتو شفتوني كيفاش كنبكي،
انا غاده ما عرفتش كيفاش تضربت، كيفاش حتى كنتفاجئ بيه وبمه بواحد المراه. انا ما عرفتش هذيك المراه شكون هي. هي تلقاو لك في ديك الزنقه؟ تلقاو لي في ديك الزنقه اون فاس مع الدوش. حتى دابا بالدوش انا ما عرفتش، ما عادش حضرت مع ولدي. انا كنلقى راسي انا تضربت في وجهي وهو غادي هربان، كيقول لي الفا عليا التاركه، امه هازه عليا نزلات عليا في اللور ديالي. واش متأكدة أن مو هي اللي ضرباتك؟ متأكدة مو هي اللي ضرباتني. عندك شي شهود؟ ما كانوش شهود، كان الناس كلشي أصلا ضربنا، كلشي جا ديك الساعة. لا الوقت ديال الضرب. لا الوقت ديال الضرب. هربات مو هي، وهي هو هرب، هو الأول هربات وهي تبعاته، ولاحوا ليا ولدي، هزوا ليا من بوسات ولاحوا ليا في الأرض. أنا ما عرفتش هذيك البلاصة واش فيها كاميرا، أنا مشيت عند البوسات. يلاه غنسولك واش كاين الكاميرا تما؟ ما عرفتش والله ما عرفتش. انا مشيت هذيك الساعه للكوميساريه، هما اللي عيطوا لي على الامبولانس وداوني ل 20 غشت. فاش خيطوا لي وجهي ومن ثم عاد مشيت لمولاي الحسن فاش خيطت المؤخره ديالك. نهيله، جينا لقيناك في واحد الحاله هي سيريا. قالوا لنا الدار يلاه فقتي من البنج، يلاه كتستوعبي اشنو اللي وقع؟ شي صدمه نقدر نقول لك نقدر نموت دابا لحد الساعه. انا كنهضر معاك ولكن انا راه كان غير انا اللي كنهضر معاك عقلي، وانا كنهضر معاك وانا ما بقى ما متيقاش باللي انا راسي انا راه مضروبه في وجهي. وانا عرفتي شنو؟ ماشي نعد ولا من قولات، انا النبشه ما كنبغيش تكون فيا في لحمي، عاد باش وجهي. وعاد باش عندنا واحد المجتمع ما كيرحمش. هاد السيد اشنو بغى عندي؟ دخلني للحبس. واش اللي كيبغي كينتقم منك كيدير لك هاد الشيء؟ انا كنطالب ليه باقصى العقوبات. انا كنطالب السي الحموشي، السي عبد اللطيف الحموشي، تشد ولا ما تشدش عليك لحد الساعه. عنده بلان ديال الحشيش اللي تشديت به ديالي انا السكيل، وديالو هو البلان ديالو، وبلان واحد اخر، وبلان عاها مستدامه، ودابا ديالي. او هاد الانسان كامل هذا وباقي ما شدوش، هاد الجرائم كامله ما هربان، باقي هربان هاد الانسان. اواه بزاف. لا اله الا الله محمد رسول الله. نهيله، شنو هي الرساله اللي بغيتي توجهي للمسؤولين اليوم؟ ياخذوا لي حقي. انا كنطالب بسعد بجلاله الملك محمد السادس، سيدنا الله ينصره، وسي الحموشي عبد اللطيف، الله ياخذ لي حقي وياخذوا لي حقي. واش ما انتقلوش للدار عنده؟ ما قلبوش عليه؟ كتقول لي كيسكن هنا، كيسكن في محمديه، في كيسكن بالضبط هو؟ انا كيقولوا لي كيسكن، كيقولوا لي كاين في المحمديه، شارين الساروت هما تما كاينه، ودارهم جاو سكنوا هنايا في الدرب كبير فين كنت ساكنه انا وياه، في درب العفو فين كنت ساكنه انا وياه. ما مشاوش للبوليس؟ ما عرفتش. لا انا كنت منين كنت الصباح عند البوليس، مشيت حتىش على قبل ما كتمشي للميليت، قلت باش كدير شهاده طبيه كيبقى لك الوقت. المهم انا عمرو ليا ما حضر البوليس، استمعوا ليا، ولكن البوليس كيعرفوا معدها معاهم مزيان، هما كيهضروا عليه هو غيغرق الحبس وهذا ولا زعما على مو. لا امو حتى هي ضربتك، وهاد الهضره ما قلتهاش لنا البارح. وانا ملي مشيت عندهم كنت لا اله الا الله محمد رسول الله. انا كنقول لك حتى لدابا لهاد الساعه حتى كملات عليا تقريبا شي شحال دابا، تقريبا شي 30 ساعه ولا 34 ساعه عاد باش انا تقبلت. انا ودابا كنقول وقيلا انا غير مضروبه، باقا ما متقبلهاش. تخيل انا لداخل باقا ما متقبلاش انا مضروبه وفي وجهي. أعزائي المشاهدين، كيف سمعتوا معنا القصة ديال نهيلة مع الزوج ديالها؟ ما غنقولوش طريق، لأن كتقول أن الإجراءات ديال الطلاق باقا ما كملاتش، باقين هما في المحاكم في صدد إجراءات الطلاق اللي هي اللي رفعت الدعوة. من بعد ما تم الزج بها في السجن على قبل نص كيلو ديال الحشيش اللي ديالو هو والأم ديالو، جابت البوليس على ما كتقول نهيلة باش تصيفطها للحبس، كتبقى علامة استفهام. كلشي في خبار امو هي اللي باغا تصيفطني، ولكن عارف هادشي حتى لينش غادي نبقاو نفكروا هاد التفكير السلبي، غير اللي تخاصم مع وحده ولا طلق وحده، ولا وحده باغا تطلق من واحد
نظرا للعيشه ديالها معاه، نظرا بزاف الحيتيات اللي ما نقدروش نعرفوها حنا، كينوض كيخسرها. عيب وعار ان المجتمع ديالنا غادي يبقى يتسمع فيه غير التشرميل ما بين مرأة وراجل. عيب وعار اننا نقولوا راجل شرم المرأة، قاد تضربها وقاد تكرفص عليها غير بيديك بلا ما تضربها بموس. علاش غنخسر لها وجهها باش ما تجوش بوحد اخر؟ خير مثال عندنا هي سارة، رغم هذاك التشرميل اللي دار لها الطليق ديالها، الا ان الحمد لله دابا راه متزوجه، راه في البيت ديالها. وعلى ذكر ساره، فساره تم الحكم على الطليق ديالها مؤخرا بعشر سنوات سجنا نافذه ابتدائيا وباقي السناف. فالتشرميل شي حاجه اللي ما كدوش سهله، لا في القضاء المغربي ولا عند الامن ولا في المجتمع ديالنا. تشرميل شي حاجه اللي ما بقاتش مقبوله، اللي ولات كتعطى فيها اقصى العقوبات. كتقول لنا نهيله ان هذا السيد ضرب شي حد، درعها مستديمه ضربها هي، عنده بلانات ديال الحشيش وباقي ما تشدش. كنتمنى ان رجال الحموشي يبينوا لنا حنا تيديهم، وحنا عارفينهم قادرين انهم يجيبوه. وماشي غير هو، اي واحد كيتجاوز القانون وبغاو يجيبوه كيجيبوه. اعزائي المشاهدين، كنتمناو نهيله الشفاء العاجل. نهيله راك باقا صغيره بنتي، باقي المستقبل قدامك، باقا ان شاء الله هاد الشيء يبقى غير تعاويد. الله يشافيك ويعافيك. أعزائي المشاهدين، كان معكم في التعليق الحراب عبد الكبير، وراء الكاميرا مستقيم. إلى اللقاء.